في وسط المجموعه في وسط المنظومه نتاع المنتخب، نحاولوا ندخلوهم في الامبيونس جينيرال نتاع المنتخب. وقت نلقاهم بريسك جاهزين على المستوى النفساني نبداو نشاركوا فيهم في المقابلات، باش نلقاوهم معناتها كيما لقينا والحمد لله هنيس بن حتيره، كيما لقينا حرباوي، كيما لقينا شادي الهمامي، كيما لقينا بوعزي، كيما لقينا في فتره سابقه معناتها وسام يحيى والعديد من اللاعبين. انا ركزت برشا خاصه على الجانب هذايا في الاطار المنتخب الوطني التونسي، وكونه معناتها معنويا منتخبنا ولا قوي برشا، ما عادش فما 11 لاعب اساسي، معناتها ما عادش فما معناتها الجوار اللي نعملوا عليه برشا اللي هو وحده ينجم يخرجنا من الصعوبات في المنتخب، وهذا كان ظاهر خاصه حتى في النهار الثاني في الاجواء، خاصه وقت مشاو الملاعبيه صلاه وفي حصه التمرين. هاو نحبوا نعيشوا للساده المشاهدين خاصه الاجواء الرائعه والرائعه جدا لاعبي المنتخب وقت مشاو صلاه وصلاه الجمعه في الكابفير، والكابفير اللي نعرفوا بلاد هي مسيحيه، لكن برشا معناتها سنغاليين قاعدين يحبوا ينشروا الدعوه الاسلاميه، ان شاء الله ربي يكون معاهم وربي ينصرهم ان شاء الله. نمشيو نشاهدوا هذه الصور من عجب باتور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. Actuellement nous sommes ici au Caver, plus particulièrement dans le quartier qu'on appelle Tchadinia. Il y a le mosquée musulman. Mais le mosquée est conçu par les Sénégalais, une ethnie qu'on appelle les Mourides, les descendants de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassour. Oui. Il y a beaucoup de musulmans ici Actuellement, oui, les musulmans sont en train d'être nombreux parce qu'on est en train de convertir beaucoup de Cameroun ici. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. صلى الله عليه وسلم ربي قوي دين الإسلام. جو بتاع لشيء عمل كيف كونه جالي أجنبية معناتها السنغاليين و افريقيين يدخلوا في مال البلاد في جماعه كافير للاسلام. قعدت نحكي مع السنغالي قال لي احنا ندخلوا فيهم بشويه بشويه، وبداوا يتكاثروا كل مره يتكاثروا. شو يعمل كيف؟ جبت قلت راه هذه المره الثالثه قلت راه هاي ما نقولش لا عنده خبره سيلادي في الجو هذا عنده هو سيلادي شنو هي حتى كاسكيت جات في الابيض في الابواب. احنا تو احنا في الافريقي الواحد لازم ديما بالابيض معناتها باش تو قل السخانه معناها. والحمد لله ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله مربوحه هكا. سيدي في تونس الرابطه شدت بعضها يا بيرلي باش تلقاها في الليست بتاعك باش تلقاها سخونه اللعبه. هذه لعبه نتاع الديمقراطيه معناتها ان شاء الله ان شاء الله ترضى عليه الجمعيه ولا يمشي. تو راضي عليك الجامعه. لكن الجامعه ما جابش الدخل، الجامعه لازم يكون نوتر ما تكون محايد للجامعه ما تخلعش شيء، معناتها خاطر الجمعيات هما باش يصوتوا والجامعه الناس كل اصحاب معناها، ما جابش تمشي تجي مع واحد ضد واحد وكل شيء، المفروض تكون محايده والحمد لله مش تكون محايده. سيمونجي معاك في القائمه ولا ايه؟ سيمونجي قال مش يرتاح هكا من السياسه والكوره.
سابورتو ماهوش ديسيزيف خاطر مازال المشوار مازالوا عندنا خمسه مقابلات ان شاء الله نكونوا حذرين برشا سورتو معناتها في الخط الخلفي عندنا لاعبين اللي تنجم تعمل ديفيرونس الاوبجيكتيف اللي هو معناتها 3 بوان في المقابله هذه معناتها صحيح يمكن شادي مش يبدا المقابله ان شاء الله نكون موجود في العطاء نتاعي موجود في كما يقولوها معناتها في المردود المتعودين به باش نوفر الاضافه للمنتخب وعلاش لا معناتها ما نكونش ديسيزيف مره اخرى بالنسبه لي انا معناتها فرحان بالفتره اللي معديها مع المنتخب والا مع النادي الاسفيرسي ان شاء الله الواحد يوصل في نفس المستوى ان شاء الله. كانت هذه آخر حصة تمارين للمنتخب الوطني التونسي في ملعب المباراة وليلة المباراة تحديدا. سيسامي دائما مع تفاعل مع السادة المشاهدين على صفحة الفيسبوك صفحة الخاصة يقول لك بن حمادي بن حراب يقول لك وقت لسامي في الملعبية قبل نسيت القربي. اي سامحني خالد. خالد القربي اللي أمضى للنادي تحبه هيك على نسيته. اي برشا نعرف الناس كل تعرف اللي تحب خالد القربي عنده معزة خاصة خالد القربي عندي و ونسيته ويسامحني. إذا كان يلعب في السيلية النجم يرجع المنتخب الوطني علاش لا؟ إذا كان يتألق وكي يجي المنتخب معناتها يقدم مستوى يقدم مردود اللي عادنا به خالد علاش لا؟ أكيد خالد القربي اللي كان أمضى لنادي السيلية القطري زوز مواسم الترجي التونسي كان استنفع تقريبا ب 700 ألف دينار في صفقة خالد القربي. وبالنسبة للسادة المشاهدين اللي يطلبوا برشا حول جابوا اللاعب الجزائري واللي قاعد صاير الان واللي صار البارح في ما بين الترجي والافريقي ناس في الجزائر وناس على الحدود وناس في الكراهب المعلومه معناتها الحينيه الان اللي موجوده الان كانوا اللاعب جابوا كان وصل تقريبا الساعه السابعه وربع الى مطار تونس قرطاج كان شكون من الترجي هذه التونسي في استقبال هذا اللاعب ما يعرفوش عليه وفين النادي الافريقي يبحث عن اللاعب والنادي الافريقي اكد كونه امضى للاعب وشفنا شاهدنا الناس كل الصوره اللي جابوا اللاعب الجزائري بخميس النادي الافريقي البارح اليوم اللاعب في حضن الترجي هذه التونسي ما عاد تفهم حتى شيء وان شاء الله ما يصير ما يوليش اللاعب هذا كيما حكايه كوليبالي الهيئه المديره الفريق نتاعو يحب عليه للترجي وهو يحب معناتها تقلبت الايه في الحكايه هذيا ان شاء الله من في محاوله الاتصال ان كان بمسؤولي النادي الافريقي او ان كان بمسؤولي الترجي التونسي حتى ناكدوا مصدر والمعلومه هذيا ما نعرفوش التوا ما زالت الامور غامضه جدا 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 وسيد رياض بن نوري اللي عنده الحل والربط خاصه في الحكايه هذيا في الترجي ما نجمش تحصلوا عليه ايضا في الافريقي لا وجود لاي معلومه الا فقط كانوا حاول في صفحة الفيسبوك الخاصة بالنادي الإفريقي أكدوا كانوا اللاعب ذي البارح أمضى للنادي الإفريقي. نرجع للمنتخب الوطني التونسي سي سامي يظهر لي اللي حسيته خاصة شخصيا في الملاعبية الكل كانوا متأكدين من الربح وكانوا معناها أو الكلمة اللي كانوا يعاودوا فيها الناس كل حتى بعد الاجتماع الفني العشرين دقيقة الأولانية وذي حتى سمعتها شخصيا أنا وقت في الفستيارات كنت ندي تسيح تقولهم العشرين دقيقة الأولانية معناها شنو السر معلاش كانت العشرين دقيقة الأولانية نعرف الناس كل يقولوا نص ساعة الأولى ما نقبلوش بونت لا مش نحكيه على 20 دقيقة الأولانية خطر المعلومات اللي مدنا بها سي شهاب الليلي المقابلة اللي لعبوها مع سيراليون دخلوا من نص ساعة الأولى يزون بريسي هما اللي حاولوا معناتها يصنعوا اللعب وحاولوا يضغطوا على المنافس متاعهم باش يربثوه باش يدخلوا شك فيه احنا عارفين اللي كونهم معناتها مش يحاولوا كيف كيف نفس الطريقة ما الضغط عالي ما يخليوناش نخرجوا بالكرة قد ما نتعدوا في الوقت معناتها في الكرة تعرف هيثم قد ما يمر الوقت والإكيب اللوكال ما تتحكمش في رداهات المقابلة وما تسيطرش على المقابلة قد ما الثقة تقل للاعبين وقد ما احنا نزيدوا نتحروا معناتها ونجموا معناتها ناخذوا أكثر بزمام المقابلة صحيح انا حبيت ناكد كلام سامي منتخب تونس صراحه زاد البشر المتوفر حاليا مشكله مش فنيه تكتيكيه معناتها صراحه فريق معناتها حلول عند سامي متوفره بكثره لكن المشكل ديما مشكله ذهنيه هذا مشكله تركيز لكن لاحظت انا من منذ مقابله وديه ضد رواندا الملاعبيه المجموعه هذه معناتها حارسين وعازمين معناتها على التالق والمجموعه هذه انا شفت ميلادها في كاس افريقيا الامم معناتها صراحه انا برشا سامي تبدلوا من كاس افريقيا لا على عكس ما المجموعه الاساسيه اللي لعبت ضد فريق الغيني 10 لاعبين كانوا موجودين في كاس افريقيا الامم في المقابلات ولذا الاسبري هذا معناتها صراحه قاعد يدعم ويتاكد وهذا مهم برشا على خاطر هذول الاسبري هذا اللي تحكي عليه معناتها كان حاضر خاصه في الشان في كاس افريقيا بطوله افريقيا
المرضية بعد كأس أفريقيا هذه ثم لاعبين برشا لاعبين معناتها يلعبوا خارج أرض الوطن وهذا مهم برشا كان كنا قبلنا نلقاو بعض المشاكل في اندماجهم لكن المشكلة هذه ذول محل حاليا في المجموعة فما إطار ديسبري جديد ومهم على خاطر المنتخب مش على عكس الفرق المنتخب عنده 5 تتوارخ في العام برك يتقابلوا ملعبية مرة ذي سامي تمكن باش يجمعهم 20 يوم هذه فرصة ما تعودش برشا يتقابلوا ديما 4-5 أيام أسبوع ولذا مهم كونه معناتها التواصل يكون الجو معناتها في الملعبية باش الممرن إطار الفني يكون التواصل معاهم سهل والمساج نتاعو يتعدى بسهولة ونشوف أنا الانتصار هذا معناتها اللي أكد انتصار الجولة الأولى قلت ربي نبأ المجموعة هذه بتمشي البعيد تنزل نحكي وكون زاد البشري خليلي الأمور الفنية من بعد سي سامي برشا تسألوا بلال العيف وعمر جمل كانوا تقريبا في المباراة الأولى معناها ما كانش فما أخطاء كبيرة في قلب دفاع المنتخب الوطني التونسي لكن تفاجأنا الناس كل بالتغيير بتاع وليد الهيشري ببلال العيف ولو أنه وليد الهيشري كانت مباراة معناها ممتازة في أيضا في الكاب فيردي والله تعاملنا مع المعلومات اللي عندنا على المنافس معناتها المنافس اللاعب اللي في المقابله مع منتخب سيراليوني اللي شكل اختار هو اللاعب راس الحربه رقم 19 لاعب اللي يلعب بالراس ولاعب معناتها القامه نتاعو طيبه وعنده كان شفته الاربع دراج الاولانيين معناتها من الاول